مارسيل كولر على مجمل اعماله حتى الان مع النادي الاهلي، رايك ايه؟ لا، مدرب ذكي، مدرب كبير، عنده مرونه تكتيكيه كبيره جدا جدا، سواء هو على المستوى الشخصي او الادوات اللي معاه. يعني هو عنده مرونه في تغيير، ما عندوش مشكله في تغيير الطريقه والتكتيك والخطه خلال المباراه. شفنا المباراه الاخيره امام بيراميدز، يعني المباراتين هو كان بيلعب على حاجه معينه، الكرات الطويله من المدافعين اللي قدام على الاطراف، سواء لحسين او رضا سليم. وهو كان ده سلاحه. فريق بيراميدز عنده مشكله على الطرفين، الباكين متمركزوش بشكل كويس، فكان دايما يلعب الكرات وراهم. وشوف الهدف الثاني وضربه الجزاء جم بنفس الطريقه. المباراه اللي فاتت حاول يعمل كده مع النادي المصري، ولكن النادي المصري كان موقف الباكين مثبته اول نص ساعه. بعد نص ساعه غير فكره في المباراه وبدا ينقل الكره على الارض ويستحوذ، وده ذكاء المدرب. انا لما بلاقي عندي مشكله في الملعب لازم اتدخل واتصرف واغير الطريقه، وده مش عيب، مش ان انا نزلت بطريقه وخطه لعب، لازم هي طول المباراه الذكاء ان انا اقدر اغيرها. فهو ذكي وبيقدر يتعامل مع المباراه وبيقرا الماتش بشكل كويس وبيغير طريقه لعبه خلال المباراه وخطه لعبه، وفي نفس الوقت هو عنده الادوات اللي تساعده. يعني عنده عن النادي الاهلي نادي كبير وعنده القدرات وهو بيعرف يتعامل معاها ويستخدمها. عنده لعيب زي امام يقدر يلعب جوه، يقدر يلعب بره، قفشه على الدكه يقدر ينزله يقلب الطريقه، عنده سما ابو علي، عنده كهربا بسرعات لما بينزل، فعنده لعيبه كمان بتساعده في المرونه التكتيكيه خلال المباراه.